إذن هذا الاجتماع ديال اليوم ديال اللجنة الوطنية لمواجهة الاستيلاء على الغير المشروع على عقارات الغير هو اجتماع مهم يأتي لتقييم العمل ديال هذه اللجنة هاد 3 سنوات كاملة. هذه اللجنة عندها واحد الطبيعة مميزة، أمر بإحداثها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمواجهة استفحال ظاهرة الاستيلاء الغير المشروع على العقارات ديال الغير، تتشكل من عدد كبير من الوزارات، من السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وأيضا من المهن القانونية، الهيئة الوطنية للموثقين، الهيئة الوطنية، ومن جمعيات هيئة المحامين، ومن الهيئة الوطنية العدول، وأيضا من بعض ممثلي المجتمع المدني. هذا العرض اللي قدمته اليوم بكل موضوعية يبرز الحصيلة الإيجابية على المستوى التشريعي وعلى المستوى القانوني وعلى مستوى مختلف الإجراءات التنظيمية والتدبيرية والإدارية التي تم اتخاذها. والسر في اعتقادنا في تحقيق هذا الإنجاز هو التعاون الإيجابي والتعاون الحماسي بين مختلف السلطات، بين مختلف الوزارات، وبين المهن القانونية ومختلف هذه المرافق. وهذه الآلية التي أمر بإحداثها جلالة الملك كتبين بوضوح أنه ملي كتكون تعبئة وملي كيكون روح الفريق وملي كيكون التعاون نتمكن من تحقيق كثير من المنجزات، لأن الدستور ديال بلادنا يتحدث عن فصل السلطات ولكن أيضا يتحدث عن تعاون هذه السلطات. فإذا كنا في مواجهة مافيا محترفة عندها شبكات كثيرة وخلقت واحد الصورة سلبية على بلادنا خارج المغرب، وتمكنت من زعزعة الأمن التعاقدي، فهذا المجهود الكبير مكننا من محاصرة هذه الظاهرة، ومكننا حقيقة من بلورة عدد من القوانين التي أغتنم هذه المناسبة لكي أثمن التجاوب ديال البرلمان المغربي بغرفته. واليوم بلادنا بفضل تعاون الجميع أمام حصيلة إيجابية ومشرفة في مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.